عفوا ما كل الناس شاركت في النظام الأسبق، عفوا يعني ما كل أغلب الناس، يعني ممكن نقول أغلب الناس القوى السياسية شاركت. نعم، لكن يعني في نقطة مهمة جدا، إنه الواقع السياسي أو المشهد السياسي الآن فيه قوى سياسية نافذة جديدة بفهم جديد بطرح جديد، تتمثل في جموع الشباب الثوريين اللي هم الثوار الأحرار الذين ما لهم أي لونية سياسية. ده واقع الناس هسي ما منتبه له، وهديل هسي بيحاولوا في مزعة لتكوين أجسام سياسية، منظومات سياسية علشان تتصدى للهم الوطني باقتدار بعد ما عجزت الأجسام السابقة الحزبية وبشتى سحناتها في إحداث اختراق ممكن ينقل السودان إلى بر الأمان. كل الأحزاب السياسية اللي هي الآن الموجودة على الساحة السياسية ومعظمها شارك في عهد النظام السابق، هي نقدر نقول ليس لها برنامج عمل هادف يرتقي لمستوى الهم الوطني، وبالتالي يعني بوصلتها السياسية تاهت، لم تجد لها مناصر أو مؤيد من هذه القوة النافذة. فعلشان كده إنه يعني لازم الناس تولي اهتمام إنه إحنا فعلا على أعتاب مرحلة جديدة مغايرة ومختلفة عن كل الماضي، حتى نظرتنا للماضي علشان إحنا نستفيد من دروسه ومن عبره علشان نتجاوز السلبيات، ولو كانت في إيجابيات نؤمن عليها على سن نستشرق آفاق أرحب في ظل وضعية جديدة إحنا يعني نتجاوز فيها كل المعايير اللي كانت معيبة. جميل. طيبة لحياة طيبة.